اعرف انه كويس. حتى اللي كنا مع بعض شيء ملوش اصفر كده. تسأليني أنا؟ أيوة. شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مازلنا. إحنا لسه في أول عام الدراسة، دفتر أعمال السنة موجود، صفر عربي صفر إنجليزي صفر حساب صفر جغرافيا، كل مادة صفر صفر صفر. والله إذا أكون مساطك وما أنت نافع أبدا. عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز أبني صوت الطين إيه؟ عايز أبني إيه؟ أنا مخصم جاكد، عايز إيه؟ لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق، مش هو ده منطق؟ إعادة ترميم، لأنه خدوا بالكم كمان المسرحيات دي وكده بتقدم وبتبقى النسخ بتاعتها، ولكن الألوان والنظرة لها مرة أخرى هي إعادة ترميم وحفاظ على هذه المسرحية وتقديمها مرة أخرى لأجيال لم تكن تعرفها. يعني احنا دايما كانوا يقولوا علينا ايه المسرحيه، طبعا كاتبها الراحل علي سالم الله يرحمه، يعني كانت يعني انقلاب في تاريخ المسرح المصري، فانت انك اول مره تشوفها بالالوان، وطبعا التقنيه دي ليست سهله بالمره، دي تكنولوجيا معقده جدا وبتتكلف كتير، فان انت تبتدي تشوف المسرحيه تاني وتشوفها اجيال جديده اللي ما شافتش مدرسة المشاغبين الأسطورة. احنا بنتكلم على عدد من ممثلين الأساطير، منهم اللي رحل أغلبهم رحل، ومنهم اللي لسه ربنا يعني يديله طولة العمر. اللي واحد يخلي باله من مغاليبه. تماسي تماسي أجدع تماسي أحسن تقولوا نا نا ناسي.